اتفضل يا مرتضى. السلام عليكم. وعليك السلام. ممكن استاذ علي ممكن اعرف الهدف من وجود البرنامج الليله شنو؟ برنامج النهارده ان شاء الله بدون تغيير صوت، عايزين نعرف هل جعفر او عقيل من الشيعة ام لا؟ الشيعة وجدوا حيث وجد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هم من الشيعة ولا مش من الشيعة؟ أنا بكلمك عن اسمين، علمين، اسمين. من هم؟ عقيل ابن أبي طالب وجعفر أخو الحسن العسكري اللي هو ابن الإمام الهادي، من الشيعة أم لا؟ طبعا من الشيعة. ليش من الشيعة؟ إزاي من الشيعة أساسا وهو ليس كان موالي لعلي بن أبي طالب، وده ادعى النبوة كان كذابا. معمم يقول لك من الشيعة ومعمم يقول لك مش من الشيعة، يعني من يفتري على علي، من يفتري الإمامة ويدعي الإمامة من الشيعة؟ هو من اللي ادعى الإمامة؟ هو جعفر الكذاب عندكم. هذا جعفر الكذاب أخو الإمام، أخو الإمام الحسن العسكري. أيوة هو بقى ادعى الإمامة حضرتك وسميتوه جعفر الكذاب. أسمعك علماءك هم بيقولوا ايه هو جعفر الكذاب؟ هذا مو مشكلة يعني شو. طيب ماشي خلاص، يبقى انتهينا. هل جعفر الكذاب من الشيعة ام لا؟ من الشيعة طبعا. يبقى اذا كل من يدعي الامامة من الشيعة، يعني ابو بكر من الشيعة وعمر من الشيعة وعثمان من الشيعة. بوم على بيتك يا ابني، على بيتك يا ابني. الكتاكيت نامت من زمان، احنا خلاص صلينا العشاء من زمان، الكتاكيت نامت من زمان. هتقولنا ناس يا اخوانا بتفهم مرة من الشيعة ومرة مش من الشيعة. لا من الشيعة. طب ده انكر الامامة برضو من الشيعة، يبقى ابو بكر وعمر وعثمان من الشيعة.